مساء الفل عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير النهارده وانتم بتسمعوني. النهارده هنعمل قرع العسل او اليقطين، اكله كده مغذيه ولذيذه وطعمها حلو قوي. ممكن تتاكل سخنه اول ما تعمليه على طول، ممكن تحطيه في التلاجة وتاكليه كمان ساقع. اتفرجوا على الوصفه وان شاء الله تعجبكم، وما تنسوش اللايك والسبسكرايب. نقول مع بعض المكونات. معانا القرع طبعا بنقشره وننضفه كويس جدا من اللب اللي بيبقى فيه او البذر بتاعه، بنغسله. ده تقريبا كيلو، ومعانا 1.5 كوباية من السكر. طبعا التحلية اللي انتي حباها، حابة تقللي كمية السكر او حابة تزوديها على حسب يعني انتي وذوقك. يعني معانا 2 كبار من النشا وفانيليا، ومعانا 2 كبار من الحليب في حلة على النار. هنضيف القرع. طبعا القرع هينزل المية بتاعته، يعني انا ما بحط لهوش مية او ما بسلقهوش في مية. هو اول ما بيتحط على طول في النار وبيتحط عليه السكر هتلاقيه نزل المية بتاعته، فانا ما بحط لهوش مية. وهنضيف السكر 1.5 كوباية، وهقول تاني السكر على حسب النمط اللي انت بتحبيه، يعني قليل اكتر، يعني انت وذوقك او انت والتحلية اللي انت حباها. كده معانا القرع نزل المية بتاعته، هوطي بقى عليه النار واسيبه مع نفسه كده يستوي خالص ويتهري جدا في المية. هو اصلا كده كده يعني ما بياخدش وقت، يعني وصفة سهلة وسريعة جدا جدا. هنا القرع معانا، بصوا استوى ازاي، والمية اللي نازلة منه كمان لسه موجودة، يعني ما شربش المية بتاعته. انا عايزة احس ان هو تحت ايدي كده زي المربى مثلا، يكون ملمسه لافلي كده وناعم. هو كده معانا استوى بقى تمام قوي، ممكن بقى نضربه في الخلاط او نطحنه بالهاند بلندر، وده بيكون شكله بعد ما بنضربه في الخلاط او بنفرمه بالهاند بلندر، بيكون كريمي جدا كده وبيبقى طعمه رائع بصراحة. هنبتدي بقى نضيف عليه اللبن لحد ما احس بالقوام اللي انا عايزة، خلاص اللي انا اوصل ليه يعني. وكمان هو مش هيحتاج معايا نشا كتير. هنقلب بقى القرع ده مع اللبن كده عشان اوصل للقوام اللي انا عايزاه. ممكن نحط له كمان كريمه، بس انا حسيت ان اللبن كافي، يعني لو عايزه تزودي له كمان 1 كوباية من الكريمه هتدي له طعم غني اكتر، بس هو يعني كده انا كنت شايفاه ممتاز جدا، ما كانش محتاج معايا كريمه. هنضيف له تاني شويه من اللبن ونقلب لحد ما نوصل للقوام اللي انا عايزاه. القوام ده كده كان معايا حلو قوي. هبتدي بقى اضيف الفانيليا، وهنا ضفنا معلقة صغيرة من الفانيليا او ممكن كيس من الفانيليا، ما نحاولش ان احنا نكتر في الفانيليا قوي، لان لو طبعا زادت عن حدها بتمرر، ومش هحتاج كمان ان انا احط له نشا كتير، فهتبقى مثلا معلقة من النشا تتدوب في شوية لبن او شوية من المية، وهضيفهم على القرع. وهنا هنضيف النشا، دوبنا معلقة واحدة بس من النشا في شوية من المية او في شوية من اللبن، ريحته تحفة، ريحته حلوة قوي. الناس اللي ما بتحبش قرع العسل فايتها كتير بصراحة. اول بقى ما يبتدي يغلي معانا هطفي عليه على طول النار، وهنبتدي ان احنا نحطه في الكاسات او في السلاطين في اطباق التقديم. في ناس بتحب القرع العسل بالبشاميل، في ناس كمان بتعمله طبقة من المهلبية، بس هي دي الطريقة الأقرب لقلبي والخفيفة، فممكن يعني كل واحد وحسب ما هو بيحبه. كده هو اهو بيغلي معايا، هنقدمه بقى في الكاسات او في السلاطين اطباق صغيرة. وده شكله بعد التقديم، ممكن نزينه بالمكسرات او بجوز الهند او بالقرفة، انا عن نفسي بفضل القرفه. واتمنى الوصفه تكون عجبتكم، او اتمنى تجربوها. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب، وبالهنا والشفا.